السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا على وعود رئيس الجمهورية من خلال خطاباته يعني اللي راها في الحملة الانتخابية، وكنا ولفنا أن رئيس الجمهورية الخطابات تاعو أو وعوده يسعى إلى تحقيقها بشكل كبير وكبير جدا. ديجا يعني إحنا رانا شفناه في العهدة اللي فاتت حقق جزء كبير من الوعود اللي كان يعني صرح بها في حملته الانتخابية اللي فاتت. ويعني نكملوا اليوم نتحدثوا عن المنحة الجوزافية. المنحة الجوزافية هم يجوني أسئلة عليها. شوفوا بالنسبة للمنحة الجوزافية، هو صحيح تكلم قال ذوي الهمم والمعوزين، ومن بعد أنا كي حطيت قلت لكم هنا ويقصد المنحة الجوزافية كتبوا لي ما قالش المطلقات، وعلى راكي تكذبي في المطلقات والأرامل. بون أنا بعض التعليقات جاوبت عليهم بطريقة، هما كيما يعني حطوا لي طريقة مستفزة ما كذبش عليكم، في بعض الأحيان جاوب بهذيك الطريقة اللي حطوا بها. وحتى أني قلت لهم إلا راك شاك في المصداقية تاع القناة يعني ما تبعهاش تو سامبلومون، يعني ما نبقاوش نتكلموا، لازم ما زلناش في هذه النقطة. هذه النقطة تكلمنا عليها في الأول، دوكا خلاص القناة راها أبونسات، ويعني ولينا نتكلموا بأريحية أكثر. يعني ما عجبتكش قناة ما زيدش تبعها، في الصوت تعرف، في الصوت تعرف. بعض القنوات هم يدوا فيديوهاتي وينشروها، أنا ما في بعض الأحيان أنا وما نعرفش أنه قنوات تدوا فيديوهاتي. لكن انا كي قلت لكم انه راح هو قال راح نزيد في المنح نتاعهم، شكون هالمنحه تاع ذوي الهمم؟ ذوي الهمم واش من المنحه اللي يتقاضاوها؟ خي يتقاضاو المنحه الجوزافيه، هذه على بالنا بها كامل. والمنحه الجوزافيه ما يتقاضاوهاش غير ذوي الهمم، يعني كاين فئات اخرى عديده من بيناتها المطلقات، ربات البيوت، الارامل، ربات البيوت، عاد يتقاضاو المنحه الجوزافيه، وعليه يزيد غير ذوي الهمم، ما يزيدش المطلقات وما يزيدش المسنين، ما يزيدش اصحاب الامراض المزمنه، مستحيل. دونك هو كي قال نزيد في المنحه تاع ذوي الهمم يقصد بها المنحه الجزافيه. هنايا اللي كتبت لي وقالت لي انه ما تكلمش على المطلقات والارامل، على راكي يعني تزيدي وتقولي باللي تكلم واكاذيب الى اخره. اكاذيب، راكي شاك في مصداقيه قناه، ما تبعيهاش تو سامبلومون، وتبعي ولا ما تبعيش كامل، ولا تبعي اللي راكي تشوفي انه ما يكذبش عليك ولا يجيب لك الصح. انا ما ندعيش ونقول لك ان القناه 100% ما تجيبش حاجات ما هيش جوست، لكن نتحراو المصداقيه بنسبه كبيره وكبيره جدا. ودائما يعني نقول لكم انه نعطيكم الدليل او نعطيكم البرهان او نعطيكم المصدر. المصدر هو الخطاب تاعو، قال لكم انه راح نزيد في منحه ذوي الهمم. ذوي الهمم عندهم منحه واحده ووحيده، الا وهي المنحه الجزافية. لكن بالمقابل المنحة الجزافية ما مش يستفادوا منها غير ذوي الهمم، أكيد المنحة تاع 1,200,000 يستفادوا منها أصحاب الإعاقة 100%، لكن اللي عندهم إعاقة أقل من 100% يستفادوا من منحة تاني نفسها اسمها نفسه عندها قيمتين، هي 1,200,000 أصحاب الإعاقة 100% و700,000 لأصحاب الإعاقة أقل من 100%، إضافة إلى المسنين اللي ما عندهمش، اكيد هادو كامل يروحوا في انهم ما عندهمش مدخول. والارامل والمطلقات ربات البيوت، وش معناتها ربات البيوت؟ معناتها على الاقل عندها طفل او عندها ولد او عندها ابن يعني تحت كفالتها، وايضا اصحاب الامراض المزمنه، اصحاب امراض العضال الى اخره. انا حطينا فيديو خاص بالمعنيين، لا باس بالك نحطهم في اخر الفيديو. الوزيره كانت تكلمت على اهم الفئات، يعني كاين فئات اخرى، وايضا ربما المكفوفين اللي يتقاضوا اجر يقوموا بعمل ولكن يتقاضوا اجر اقل من الاجر الحد الادنى للاجور. كاين فئات اكيد هادو هما اللي راح يزيد لهم. انا كي نقول لكم زياده في المنحه الجزافيه، هذا هو الشرح تاعي وهذا هو المصدر تاعي بناء على خطاب رئيس الجمهوريه. وبالفعل كنا شفنا انه المنحه الجزافيه يعني العام اللي فات كان زاد فيها كانت 300، يعني ضاعفها الضعف واكثر، يعني كانت 300 وزاد فيها ولات 700، وصحاب المليون زاد لهم ولاو 1,200,000. نحن على موعد مع زياده ان شاء الله، دوكا وقتاش والتاريخ الى اخره هنا ماشي باينه، ولكن نظن انه بدايه من العام المقبل. هو قال يعني ان شاء الله من 2025 نبدا التطبيق. في بعض الاحيان يكون تطبيق هذه زياده تدريجي، يعني ماشي نهار مثلا كيما في الاجور قال نزيد 53، ماشي نهار تنوض ترقد تنوض تدخل كلابي تلقى 53% زايده، نو راح تلقى يعني بالتدريج، ربما 10% وبعد 15 بعد 20 الى اخره. لا صوم نتاعهم راح تكون 53%، تحادوا زيادات كيما زاد في 2000 في 47% الاولى، يعني كانت شملت
4 سنوات من الزيادات المتفرقة، وبالتالي راح تكون نفس السياسة. بالنسبة للمنحة الجزافية إن شاء الله تكون في 2025. حنا شوفوا القناة على بالكم راهي متبعة هذه المواضيع منذ سنوات، نسيو نتبعوهم، دايما نحط لكم المصدر وتبعوه شي يخرج عليكم. نتحراو المصداقية بنسبة كبيرة، ماشي 100% بطبيعة الحال، ما راحش تكون ماكاش حاجة 100% أصلا في هذه الدنيا، ماكاش حاجة 100%، لكن حنا نتحراوها بنسبة كبيرة. هذه هي إن شاء الله، نحن ننتظر أكيد في ثمار ورود رئيس الجمهورية اللي يعني كان طبق جزء منها وما زال الجزء الآخر. الوعود اللي فاتت كان زاد في الأجور، يعني نهضروا كواقع زاد في الأجور، زاد في منح ومعاش التقاعد، بعض القرارات كانت تاريخية سيادية أكيد، كما خاصة أنا دائما في فيديوهاتي نقولها بالمتقاعدين إلى آخره، كما رفع الحد الأدنى لمنح ومعاش التقاعد، يعني كانوا بعض الفئات شافوا زيادات يعني الدوبل تاع المعاش تاعهم الى اخره، الاجور، منحه التقاعد، معاش التقاعد، المنحه الجزافيه، واستحدث معني يعني كرياها جديده، يعني ما كانش تيكزيستي منحه البطاله، وزاد فيها وقال ان شاء الله نزيد فيها. دونك هادو هما الفئات راح تكون عندهم زياده، وزياده في المنحه الجزافيه، يعني اللي راهي تتقاضى ولا راهي تقاضى المنحه نتاع 700,000 ولا المنحة تاع 1,200,000، هادو هما اللي رئيس الجمهورية ان شاء الله راهو وعد انه راح يرفع لهم المنحة نتاعهم. دوكا خلينا يعني كاين منحة نتكلم على منحة اخرى، يعني كاين منحة المرأة ماكثة في البيت ومنحة التقاعد الى اخره، لكن هادو ندير لهم فيديو وحدهم. اليوم تحدثنا على هذه المنحة الجزافية اللي راح تكون فيها زيادات، وقتاش قلت لكم انا نحط لكم اي جديد نحطه لكم ان شاء الله. نظنوا انه بدايه من 2025، لكن حتى الى ما كانش نظن انه بدايه 2025 راح يبدا تطبيق هذه الزيادات في المنح. ذوي الهمم، المعوزين، المتقاعدين، المراه الماكثه في البيت، هادو كل نزيد لهم في المنح نتاعهم. في إطار تضامن وطني نتاع صح، كل جزائريين يتضامنوا في بعضهم بعض، قدرة شرائية بالنسبة للقدرة الشرائية نتاعكم ونتاع الناس اللي هم يسمعوا فينا. سانت العهدة الجاية قلت باش نزيد في المرتبات، نزيد في المنح، ونزيد في التقاعد كذلك، نزيد في التقاعد. إذا كان هذا هو خطاب عفوا رئيس الجمهورية. أي جديد نحطه لكم، إلى اللقاء.